خدمة بالإشارة، خدمة مبتكرة تبنتها وزارة تنمية المجتمع تتيح لجميع الأشخاص الصم وضعاف السمع التواصل مع المجتمع بكل يسر وسهولة خلال ترجمة فورية للنص والكلام بلغة الإشارة عبر شخصية ذكية ثلاثية الأبعاد. وهذه الخدمة تشمل تطبيقات مختلفة، منها موقع وزارة تنمية المجتمع الإلكتروني وتويتر وفيسبوك، وذلك بهدف دمج الأشخاص الصم في المجتمع وبشكل كامل. ضمن الخدمات النوعية التي تقدمها الوزارة لأصحاب الهمم خدمة بالإشارة، التي تتيح لفئة الصم إمكانية إرسالهم مقاطع فيديو للاستفسار عن خدمات الوزارة المختلفة بلغة الإشارة، ويتم الرد عليها بمقطع فيديو آخر مصور يجيب على الاستفسار الذي يخص الشخص من فئة الصم.